البصرة يوم 9/11 من أمام مجلس محافظة البصرة ساحة البحرية وقوات الشرطة والجيش تمنع المتظاهرين من التظاهر آخر ما توصلت إليه البصرة. القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من التظاهر. القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من التظاهر. القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من التظاهر. شوف القوات الأمنية شو متحشدة. ممنوع التظاهر بالبصرة. وأي تجمع يحاولون يعتقلونه. شوفوا قدامكم.